الناس اللي باش نحكيوا عليهم اليوم تورطوا في قضايا كبيرة وعدوا مدة طويلة في السجون. سنين تعدت ونهارت اللي خرجوا باش يبداوا حياة جديدة ويفسخوا الماضي، المجتمع رفضهم ولقاو رواحهم ما ينجموش يقدموا. ماضي صعيب ومستقبل مجهول. ولاد حوم يحكيوا معانا اليوم على تجارب صعيبة تعرضوا لها بعد ما عشنا معهم قصتهم. مهمتنا باش نحيطوا بولاد الحوم هذم اللي باش يعيشوا معانا تجربة لافيون كوميونوتي، وهذا مع خبراء في ميدان لا ريانسيرسيون سوسيال. سي صلاح جندول بيوضي، الربطية الأولى عديت فيها محسوب 3 شهور. السرقة والله صارت في حمام الزقيمي، في حمت حمام هو راه فهمني. دخلنا في الليل مفر ناق عمنا على أساس باش نعوم، ونبقاو روحنا في بيت سخون. خرجنا من طريق كاسب حذانا وكل الفوت واحد كما ندب واش ناري قلنا مونا وخلاص خطرتنا باش نحلو الكاس. كاينه فيها حكايه فارغه فهمني، بعض دنانير فهمني ميات واحد حسب كل ما تفوتش حتى 10,000 فرنك شرب من كعبات قصص. لكن العمليه معناها صارت هي باش تعدل القضيه سرقه فهمني. هذا انا سرقه اول قضيه عملها سرق حمام حي الزور براءه، هبطوا الحمام هبطوا له وشربوا قزوز عام وخرجوا لا هزوا لا فلوس لا حتى شيء. انا من الصغر نتاعي فهمت واحد فهمت، وبعد ذاك اللي هكا وشد دخل في الامور الصحيحه فهمت واحد. عادوني باش مات الحبس عمري 16 سنه وقت المنار، 16 سنه ناقصي وقت هذاك 18 عام المنار. كيفاش 16 تحطني في الحبس؟ اي دخلنا الحبس ربطت مع بافيون زيدي هناك سفرني حطوا فيه الصغار لكن الكبرنات ولاد كبار فهمني. ما نكذبش عليك تعلمت برشا خمس غاديك كله في سياد الحبس، ناس ترقد على البياصات جرايا حلف فهمني، هذيك على الشمال ترقد عليها تقعد عليها تفطر عليها الماكلة سفناري مسموتة في الماء ولا لفت يا ولدي تعرف شنو حل مكر الخمج والعفن والدود قبل ما تهبط تتلبس فهمني. من غاديك انا راه واحد كملت هذوك معناتها شو راح جي عمري تاع
على اساس المجموعه ذي اختيره معناها ما تحطش مع المربيات. وقت انا صغير عليهم فيهم اللي معدي طرنطة حابس. ايش معدي وقت حابس؟ معدي كما قلت لك العام تاع الجيش وقت ثلاث شهور هكا هو. ورجعت بالقضايا هذوك. جات الموعد نتاعنا نتاع الجلسه. هذه الجلسه الوحيده اللي نخرجوا فيها الكل مع بعض. الكلنا موجودين فرد قضيه، يعني كلنا مش نخرجوا مع بعض. طب 7-8 من الناس نخرجوا مع بعض. هكا فما واحد يقول له عامر قابل خوه بلوار قال له رجل لنا 7 سكاكن كل سكينه حتى فما تمقات اللي بالفوريه ذوك ما عرفتهم يصنع فيهم يبيع فيهم. هزا الخو خاطر انت كي باش تشري شلاكه باش تحلها تحشي بها السكينه هكا يكفي هو اللون نتاعها هكا طوله ينحي لها اليد ويعديها طولها بريسك نقولوا 25 سنتي كي. أربع شلايك فوا دو كل فردة فيها سكين شو وليو؟ كات فوا دو وليو 8 سكاك دخلوا 8 كي جينا خارجين جلسة كل واحد لبس شلايك ركسونا عادي شلايك نحات عمل حتى بعد فاش هي تيجي شلايك بس هيك وصلنا المحكمة. تدخل قاعة الجلسة بوليسية اللي هزيني نحكي لك مش نوت خدمة تقف قدام الرئيس إلا ما تنحي لك السلسة فهمني يبدأ بالمتهم هو فهمني يقوليني فلان فلان فوليني تقف تقف في قرصتين فلان فلان فوليني فلان فلان فوليني قفنا خرجنا 5 من الناس احنا مع بعضنا احنا 7 بدا يحكي معايا انا الاولاني انا ولا انا متهم له فهمني على اساس هما صغار فهمني وين الكبير فيهم يعني هم معتبريني انا كم قوى انا كبير فيهم انا رئيس عصابه هي لاني رئيس عصابه لا شيء وقتها هو باش يحاكمنا على هاي باش يحاكمنا على قضيه سرقه موصوفه في دار نتاع نقيب جاي في بقعه كاي في ضايع في الثاني فهمني قمروه الاولاد واحد على اساس معناها مهجوره وكذا هي ما فيهاش عباد تسكت قال لي تحكي لي الرئيس كيفاش الاولاد دخلوا للدار هذيا فهمني وانت قعدت في الكهرباء على اساس معناها هبطوا زوز هم وقعد الشوفير وقعدت انا في الكهرباء على اساس هم يعرفوا البلاصه داخلين باش يسرقوا يخرجوا ذهب ولا فلوس ومن بعد يرجعوا قال لي الاحاله نتاعك انت حكمك راه من 10 سنين حتى كيما نقولوا 20 سنه قلت له سيد الرئيس قال لي انت دخلت الدار فرد يبرد دخلت بفرد الدار صحابي تعرفوا لا قال لي انت حطوا ما همش اصحابك انت على اساس نتصوروا كان مولا الدار غادي يشدهم وبديت تسمع انت في العياط على اساس مولا الدار غادي وهبط بمسدس شنو باش تعمل له؟ باش تقتلوا قلت له لا قال لي شنو قال لي مالا تو باش تقوم وريني تشخص لي لهنا كيفاش هبط من الكهرباء قلت له بديت نحكي ما نحكي ما قلت له انا جيت هابط راني عملت هكا جبت الصلاح عملت هكا مليون جات في يدي سكين عاد شاف عاد هو سكينه تاعو وما تلو شنو يقعد غاد انا وين مشيت مشيت للباب وين البوليسي فهمني رعشت واحد منهم بعد عليه شوي الاخر سقى لي الباب ما زلت باش نتفاعل معاهم انا غادي وهم اخويا وين مشوا نقز مشوا طول الرئيس من اللي خلتوا له هو شدوا كي ديخ هما في بالهم باش يخرجوا بيه طاح ديخ برا باش تنزفوا كتفك تخرج بيه بوليسي وين مشيت كل لكن كانوا حاسين الباب شوفوا الرئيس طايح وسكيك مجبود عليه مشاو لهم غاد هو مشاو لهم غاد بقات لي انا الترو دي مريت انا من غاديك عام في السيلونات نجري انا نحضر في روحي الهرب عام انا الوحيد معناها قد ما ضرب الكرتوش منعت ما كليت حتى ضرب اللي انا نبيل ما ضربنيش مدير امن وخارج مع الجروب هو هو اللي خارج تخرج 6-7 جروبيات هو يوزع بالجهاز انت يجي من الفلان الكراب الفلاني برا الحمام لنا انت يكلم تونس الجمهوريه اي بلاصه يسمعوا بها فهمني الريحه نتاع البيوضي غاديكا تخدم تليفونات ويطلعوا يا ما يطلعوا هما يا ما ينسقوا مع الجماعه الامنيين الاخرين اللي في الولايه هذيك وبرجوا لي قالوا راني بطل نحب نخرج برا عمل لي حل
قال له شوف كان يطلع البيوضي الليلة عندك. ها؟ قال له القضية ذيك اعتبرها مش موجودة جنبي. نجيبها لكم ملفات قطعهم لنا. اثنين قال له نعمل لك باسبور ونعطيك فلوس ونصرف الفلوس باش تركب ونعمل لك نصبة تخدم على داركم وقبل ما تطلع انت البر. وهذا الكل نفذه له. حياتي كانوا مشات سلاطة ما عمل اللي حكيته لك هذا كله ما ربحت منه حتى شيء. سي صلاح جندوب بيوضي اول قضيه عملها سرق حمام بحي الزور براءه هبطوا الحمام هبطوا له وشربوا قزوز عام وخرجوا لا هزوا فلوس لا حتى شيء انا من الصغر نتاعي فهمت واحد ايه انا معناها توا كبرت وكذا باش تولي مسؤولي اي ما فماش خد وما فماش فلوس وما فما حتى شيء برا عمل اي حكايه باش تولي فلوس عليه 80 قلت الروح انا مش نقيت الروح اعطاني 80 سنه حبس وكهرباء تشدني زيز عملوا مني قضيه سياسيه كبش في ديه انا مشيت من اللي خلتوا له واقف هو شدوا كي ديخ هما في بالهم باش يخرجوا بيه طاح ديخ برا باش تنزفوا كتفك تخرج بيه بوليسي ومشيت كل اللي كانوا حاسين لنا البيت شافوا الرئيس طايح ويسكيك مجبود قال لي مشوا لهم غادي هو مشاو غادي بقات لي انا الترو دي مريت انا من غادي قطعت نلقى روحي البر فهمني الابحاث العدليه فيهم زوز قاعدين يجروا ورانا في باليش بهم سيفيل هم يعرفوني خاطر هم بحثوني عدوني فهمني هم كي تفوت لقيتهم ورايا انا صغير وقت قلت لك عام نترن عام في السيلونات نجري انا نحضر في روحي الهرب عام عام بومبا وكوردا بعد حتى دخان مانيش نكيف فيه ها وديه العلفه والنوم حسيله فهمني وجري في الليل ما ندورو في الليل هي ما هي ريكلاسيون كبيره هي تخرج الليل تعمل فوتينك فهمني من بعد ترجع تفطر وتعمل فوتينك ترجع للسلس عادي شوفور تاكسي ركبت ما انا ما عنديش فلوس فهمني قفت عادي انا السكينه لوحدك زي القيس خلي وين قلت له الزهروني من باب سيدي عبد السلام تعرفني اللي حاب يجيب بيا هو حاب يجيب بيا وين جبان سيدي احمد مفتاح سيدي سعد الله باش يدور بيه من غدا احنا يا معلم انا نعرف الفرقه غادي هذيك هي اللي تشري الابحاث فيها انا زي مش فيك شايف منه قال لي شي دي ودي مش فيك شايف منه قال لي ما نجمش ندخل منه يا دي قلت له انا من كثرة ما يا دي قلت له تو هربت انا اول ما احمد قلت هرب معك وبجيب واحد الفرقه وقال لي سوري انت اللي هربت تو معك ميك خويض وجوز ولاد القابسيه قلت له ولاد القابسيه خويا قال لي انا نوصل خويا قال لي برسم وقال لي ما تعمل لي حتى شيء يا ودي قال لي كمان ما تجيبش بي هنا بارك قال لي هبط لوط والله يطلع راجل هبطني لوطة معناها ونحك البلاك فهمني وجاب بيا من تيلي ما يخرجنا على حنايا من بعد في برد وبالضبط مش ندخل عاد عاد ندير من تالي فهمني وقفوا وقفوا الحاكم قال لي بوليسي وقفوني قلت له تعدى طول تعدى طول قلت له ولا راه دبر راسي هو وقفوه هو خليهم النوم فهمني هكا هو الاولاد شدوا على البلاصه فهمني انا قعدت هارب شكون اللي جا غادي المحكمه شاف وعين مدير لها من جازين قالوا له راهو الحلاق بيولي راهو مازال انا عادي بيه من اللي قال لي شفر تاكسي راهو مدير من غادي وغاز ومن عرف شنيه وخلات ومرابيت تخان قد حل عليهم راهو جيار مرابيت وعباد وسيفيل كلها في الشارع حتى الموقوفين خرجوهم من برا للشارع غادي عيطوا لهم شكون بعد ما تفضل غادي شكون موقوف المربيت تنص في صباح اخويا انا راني موقوف جيت اليوم اي زمان وانت مربوط يا زمان ايش رجعوا من الجو عمير بل عمير قال لي مالي يا زفي اسمه بعض وانا عام نستنى في العربي قال لي ما جيتش وانت هربت نهرب من المحكمة ما تشديتش لو قدمت روح قبل ما نجي ونبحث ونهرب المحكمة مازلنا نعمل في القضية بدأت البوليسية تفركس علينا هما تشدوا الكل
زي تشد بالكرتوش، عميره بالكرتوش، اربع كرتشات في سيجو، وزي كعبه هنا وكعبه في المخروط. انا الوحيد معناها قد ما ضرب الكرتوش منعت، ما كليت حتى ضربه اللي تفني، انا ونبيل ما ضربنيش. فهمني؟ هما تشد، انا مازلت ما تهديتش وقت. اش عملوا؟ هز وقفوا لي امي. فهمني؟ عملوا تليفون لخويا، قالوا قول لخوك امك هاي عنا حتى اللي تجي انت. في الهربة كي هربت. المعلومة هذيك عطاوها لزين العابدين، قالوا له اسمع شد امه واعطي توجيه، راهو قبل راهو ما نجمناش شدوه البيض جملة، راهو يسوق. قال له الكراه ما تحكيش معاه والموتورات واحد. قال له هذاك جيب له امه توجيه. هم مشاو على المعلومة القديمة. أي أنا لكن بعد بدلت رأيي، أنا كي دخلت الحبس لقيت 80 سنة. أنا أمي خليه ياخذوه، خليه عنده غادي يعجبكش. شنو 80 سنة حبس؟ حديث هذايا. أنا نحب نحكي. باين. هم أخويا احنا قاعدين ندوروا وبدات القضايا الكيوسكيات وبدات قال لي زمنا فلوس، معناها باش نعاود أنا من أول جديد. القضايا اللي عملتهم تاع 80 سنة حبس، نلقى روحي باش نعاودهم وأصحابي الآخرين مشدودين في الحبس. وانا باش نعودهم مع مجموعه اخرى، ومعناها باش زيت تلم مش حكايه. خويا انا ربي هنا ما تفهمنيش. قلت له مال اخويا اعطيوني الكهرباء. فهمني؟ قال لي كيفاش نعطيك الكهرباء جايبين نحن 20؟ مال اخويا دبروا لي كهرباء وبروا على روحكم تو نحرق وحدي. طلعنا جيت بالفيدير متفالي بيه، لقيت قدام فرماسي هو دخل يقفل حليب الولد. كنت انا سوق ما ديت له في لطفي الله يرحمه سيتو فولون، ودخلت له بين الكراهب طلعت حطيت لها مرشيريه خلاص. كان نغزل في التلفزيون مازال يخلص، انا صاير الكهرباء مشيت وهو مازال يخلص في مازال يخلص في الكاس. فهمني؟ هزيت ومشيت قعدت عندي انا نقول هزهم انا صاير ربع يوم كل واحد مشي على روحه. قلت لك عاد نهرت اللي معناها هو في حال دوري فلت منه انا برشا مرات. فهمني؟ الربع يوم انا ماشي فهمني راكب نزلت في الكهرباء. فهمني؟ تعديت اوبليغاتوار باش نمشي لجبل الرحمن، عندي فلوس دوفيس وقتها باش ناخوها من عند اختي الكبيره الله يرحمها توفيت توا. كي مشيت شيء طبيعي باش تعدى قدام جبل سيدي يحيى. جبل سيدي يحيى من غاديك باش تعدى باش تمشي لجبل الاحمر، فما الفرقه غاديك. الفرقة ذيك هي بيدها اللي المجموعات الكل نتاع الأمم المهمين غاديك حتى زين بيدو في يدور 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 يرجع البلاصة هذيك. مدير أمن وخارج مع الجروب، هو اللي خارج. تخرج ستة سبعة جروبيات هو يوزع بالجهاز. أنت يجي من الفلان الكراب الفلاني برا الحمام لنا، أنت كلب تونس الجمهورية أي بلاصة يسمعوا بها. فهمني؟ الريحة نتاع البيوضي غاديك تخدم تليفونات ويطلعوا، ياما يطلعوا هما ياما ينسقوا مع الجماعة الأمنيين الآخرين اللي في الولاية هذيك. فهمني؟ حاشي الأولين الربع يوم هكا هو تعديت من غادي شافوها الكهرباء بون هي أونتران دو ريشيرش الكهرباء هذيك في الليل. هكا هو كي طلعت غاديك جيت قريت الكهرباء شافوهم الكهرباء. أنا ما فقتش اللي هما فقوا بها الكهرباء. هبطت واحدة واحدة على ساقية خاطر جبل كي نمشي بالكهرباء على الكياس باش نتشد. خليت الكهرباء غادي من جبل سيديح مشيت على ساقية طلعت على الزرس على ساقية زناقي. فهمني؟ هما مثلا انتم يتبعوا فيه من تالي سي يعرفوني لي انا. زنقه بزنقه في الليل نحس ميت نسمع في الحفل هنا. فيسع 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 كلمة فيسع 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 عرفته اللي حاكم من غير ما تلفت جريت. جريت دورت نلقاهم يجي يلفوا راي. زناقي ما نقرب لبعضهم غادي في الجبل. تك 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 نعمل لك ترفض في زنق. انا وقتها بالمصدف وين وين الصدفة وين تبعت؟ تبعتني دار سي احمد بلاتين اللي صب علي. اهلا بيودي شنو هربت؟ خاطر يعرفني مرت في الحبس هو كاميرا بتيت وراه. قلت له ليه راهو اشتر القضايا؟ قلت له راهم تحولي وراني المناسبه ذي راني كملت حكمت له خذيت عفو روحت. جات سهله معناها الحكايه. هو مشى معايا قال لي مالا صفا نعملوا بلا عاد مالك يا رواد، لكن هو في باله لي انا هربت. عرفني اللي كذبت عليه باش بالاعلام. يقول لك مرة انا مشي انا نصب عليها وبحدايا وهزوه هما الدولة كاملة محروق عليه. حاكم يفركس ورئيس دولة يفركس وزير يفركس ومدرسنية برا خويا نصب عليه وعندي انا شروطي تو ناخوهم من عند فهمت العملية كيفاه. قالوا نجيبوه، قالوا بشوية سيد مدير الأمن، قالوا انا راني كنت مربوط على كذا وكذا وراه تهميني بطفلة أخرى والطفلة ذي راني ما عملتهاش وراني يشرشي
يا خويا ما مالك ربي اقف معي نحي لي القضيه ذي، او انا باش نعطيك البيوت وانت نحي لي القضيه ذي. وبرجو لي قالوا راني بطل نحب نخرج برا، عمل لي حل. قالوا شوف انا يطلع البيوت الليله عندي. ها قالوا القضيه ذيك اعتبرها ماهيش موجوده جنبي، دونك جيبهم لكم ملفات قطع من هنا. اثنين قالوا نعمل لك باسبور ونعطيك فلوس ونصرف لك فلوس باش تركب ونعمل لك نصب تخدم على داركم قبل ما تطلع انت البر. وذا يكون نفذه لك. هكا هو اخوك عاد جات الطامه والعمل. شا هو جا وخدم باب الدار. تقف اش يقول لك؟ يجي يقول لك رابط 180 كره. شوف سيفيل بالكساوي الفرق الكل اجت. انا متعب خوك فهمني هزني نوم، هو ماهوش ثلاث روح مش جاب لي الحاكم. نقزوا لي من الواحد. فهمني؟ خلعوا الباب نتاع البيت طار يا ولدي. خوك ريت يخرجوني من الدار، مشيت نمشي على الصقية انا. وقت بركوا عليا كلها هكا وين؟ يا ولدي حليت عيني نخسر روحي نحلم. رجعت رقدت. عاود غمضت عيني. انا في بالي باش يقوم هم تكاين نلقى دايما مسكره وسقيه واحد هزوني كيك من الجرايه وخارجين بيا كاين الرحمن يا رحمن حتى للشارع وغادي مال الاخرين يستناو البرا هك بالظلال خويا هو هما قربوا باش يبداو وقت عريت الزينه ما خسيرش رجع معاهم فهمني اي وقف قدام بيا نتاع هو واقف كي لابس كابوت كشمير نعطيك حدش لابس بالضبط هما جيو بداو بشي بزلات اي صايب قالوا عمل لك يرحم والديك هذيك ما كنتش راني مت انا فهمني الو اضرب واحد هيك يا بدي قال لي لاباس قال لي عرفني ما قلت له سي زين مدير الامن قال لي باش عرفت قلت له العون تاعك قالوا لي راه هذاك مدير الامن هكا 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 هي قال لي مثبت روحك للبيوضي قلت له ايه من قلت مراني صغير كنت شير كذا قال لي يا ولدي ولدي صغير هذا ثبتوا معاه كي لقاني انا بيدي لي فلان قال لي يا ولدي صغير انت قال لي باش تمشي كبش في يديك قال لي فيلم الكل عملوه لكم وهي هربه من المحكمه هاي قال لي سكاكن منين انا راه حكيته بالضبط راه فهمني الاولاد كذا زي الله يرحمهم كذب عليا فما اللي قالوا من الحبس فما اللي قالوا دخلوا من عرش في كاسكروتات فما احنا ليه يا خويا في المقاط قلت له انا دخلنا في المقاط ثلاث ايام وهو يبحت فيا قال لي تحكي لي من اللي بديت من الحبس تسطر في الهربه وعلاش هربت وكيفاش وكا 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 انا قلت له راني مش هربت من الاحكام حكم لي من بعد كان تلم شاني ناكل في الحبس عملت مثال باش نخلص الوضع في الحبس لا عليك معتقل الضرب واللي هنا القفه ريتها لوخي ممنوع ماكرونا فل ممنوع طاجين ممنوع ما يدخل لك الكسكشي ومن بعد نحو هنا جماعة القفة جنبي كيفاش تدخل لك القفة في العيد الديني يعني نستناه واحنا من المولد المولد ولا من العيد العيد باش تدخل القفة كلنا الوسخ في تونس مربوطين بجنب ديارنا كلنا الوسخ والضرب واللي هنا وكذا صاحبي خدمت لي في راسي انا قلت يا الموت يا اخي توا فما واحد مابوه اللي يعمل هربه كيكة يجي قدام راس محكمه يجيب سكينه يهرب شو من هربه اش وليت؟ من هربه شو اش وليت؟ وليت بيبلي انا احمد ربي ما قتلناش رويح احنا ما قتلناش رويح محرم على روحنا انا كل شيء الدنيا كل عملت سرقت اختفت بشناك عملت ضربت براكيت ضربت حكم بالكرتوش ضربت يصب علي لاني الله يرحمه ومات انا يمات يوم الزرقاء عطيه اربع كرتوشات انا بغض علي 20 سنه انا ذاك او توفت الله يرحمه الله يمات دونك لهنا عملت الدنيا كل حاجه واحده يعني اللي ما عملتهاش هي الروح خويا امك مره كبيره باش تموت قدامك اولادك باش يموتوا بالشر مرتك حتى حق عمام ما عندهاش باش تمشي له من بعد يقول لك مرتي البعيده عملت كذا وكذا نعم تحكي شنو وين الحاكم وين الفلوس وين فما شيء ايش بتولي تعمل نرجع نسرق 8 سنين اخرين ليه اخف الضرين شنو شراب برا بيع قسيمه برا بيع الشراب شدوا ما تعطيش جعل بيع الحرابش ما عطيتش جعل شدوا بيع كذا شد اعترف فيها ها باش نصلي انا ونمشي حويجه الله ربي قدام الجامع روح بفطور وعشاء صليت زاد معليش بيك سلف هز الحبس ايش نوع
انا تحكمت 86 عندي 14 انا في هذيك جمله انا ما عندي 27 و 8 شهور 6 شهور هاش كلك. فهمتي عندي 7 سنين صلي صلي على روحي اموري واضحه فهمني. لقينا شويه فما شويه احتياجات فما انسان مخصوص فهمني. ما حياتي كانوا مشات سلاطة ما عمل اللي مش اللي حكيته لك هذا كله ما رحت منه حتى شيء. انا رحت من الحبسه فيهم واحد مد لي دوره لا يدار عونك لا ولد لا ما اعتمدت لا كي ناس كله ما تكذبش راهي العباد يودي العباد راهي كي تقول لك انا رحت من الحبسه انا ما خذيت شيء بالحق الزي مات 30 سنه معدي زي اكثر مني راهو زي معدي مات ما خذيت شيء مسكين. زياد الحجار سبارتاكوس 2576 العمر 40 سنة الصلاحية. مشيت أنا وولد أصحابي عدنا شهرين من جوان لأوت 91 حبيت نرجع لكن ثم حكايات حتى من المعلم اللي قري فيك ولا مدير المدرسة ولا كذا ثم يبدأ يخزر لك في خزرة معناها كلي أنت ماكش تلامذة الأخرين. زياد نعرفه من الصغرى كان تلميذ يقرأ مازال صغير صار معاه معناه هو وقتها حتى من القراية تعقد على جال المعلمين ينظروا له في نظرة أخرى. كيت الباقي في مخاخ الناس فهمت كيفاش ولا يزوننا بطريقة أخرى في مخاخهم عليه